لكن بعد موجز الأنباء من البي بي سي. أهلا بعودتكم إلينا إلى الجزء الأخير من بي بي سي أكسترا. أنتم اليوم بصحبة سمية نصر ورشا كشان. المزيد من الاتصالات الهاتفية كما وعدناكم مستمعينا. معنا الآن عزة من مصر. عزة تقول إن يعني شركة الاتصالات تقوم بخدعة. سمية نصر ورشا كشان، طبعا خدعة كبيرة، يعني صفتي أحد المدونين اللي قد يكون استهلاكهم شهريا أكثر من 150 ساعة إنترنت، وأحد المستخدمين لنظام الـ ADSL، عفوا كده ممكن أكون أخطأت وأجبت عن السؤال المطروح. حضرتك طبعا كان نظامنا إن 145 جنيه شهريا بالنسبة للشخص اللي بيستخدم أو أخذ الخط أو اللاين من الشركة. الخدعة بتاعت الشركة بتقول دلوقتي إن تخفيض حصل من 145 ل 95 جنيه، ولكن من 90 إلى 45 أعتقد يا عزم. نعم. من 95 عفوا ل 45 عفوا. فطبعا الخدعة إن هم حددوا إن يكون الاستهلاك ما بين 60 ساعة شهريا أو اختيار نظام إن طبعا حسب الداونلود 2 جيجا بايت. فالخدعة هنا حضرتك لو أنا بستهلك، يعني أنا حاليا كراجل واخد لاين من شركة ال 24 ساعة بكام حضرتك؟ بجنيه واحد. أنا بستخدم 24 ساعة بجنيه واحد، في حين إن هو كده حدد لي ساعتين فقط استخدام بالنسبة للنظام الجديد اللي عايزين يطبقوه على أساس 60 ساعة في الشهر يبقى ساعتين في اليوم. لو أنا بستخدم 150 ساعة مثلا شهريا أو خمس ساعات ومعدل خمس ساعات يوميا، بحسبة بسيطة هتضح أن أنا بدل ما كنت بأدفع 95 هدفع 170 جنيه. لكن عزت أنت قلت يعني أنك مدون، هل في رأيك المستخدم العادي سوف يتأثر سلبا بهذه الخدمة الجديدة أو بالتسعير الجديد؟ طبعا هيتأثر. طب كيف يعني؟ هل عدد كبير من المستخدمين يعني يحتاجون إلى باند ويدث أو إلى سعة تصفح وتحميل كبيرة؟ كثير، يعني عندنا في الصعيد، أنا بحكي مع حضرتك من الصعيد، مصر انتهى عملية الاتصالات إن الناس تتصل بأهلها بالكويت أو يبعثوا لهم كاسيت أو خطابات عادية. حاليا الأسر عندنا في منطقة الصعيد بيتصلوا بأهاليهم في الكويت أو السعودية أو أمريكا أو أوروبا عن طريق الإنترنت صوت وصورة. يعني عندنا كم استهلاك كبير خالص هيتأثر أغلبية المواطنين المستخدمين، وبالأخص نحن كمدونين. أنا بستهلك أكثر من 5-6 ساعات وحنا 10 ساعات يوميا، هتأثر تأثر كبير. ولذلك أنا طلبت من الشركة إن دون هيأثر علينا تأثير كبير خالص. نعم، شكرا جزيلا عزت على مشاركتك.